عايز اعمل مونيتور للسيستم بتاعي، ايه الادوات اللي نازله لي في الويندوز سيرفر علشان اعمل مونيتور؟ اولا قبل ما تعمل مونيتور لازم تعرف ان عندك 4 حاجات اساسيه لازم تبص عليها مع السيرفر: السي بي يو والميموري والديسك والنتورك. دول بنسميهم 4 مين سب سيستم، هم دول اهم 4 حاجات. حاجه واحده فيهم كافيه لانها توقع اداء السيرفر. السي بي يو لو بطيء هيبقى مشكله، الميموري لو بطيئه مش قادره تكفي الابلكيشن والسيرفيس هتبقى برضه مشكله، الهارد ديسك لو بطيء في الريد والرايت هيبقى جهازك ميت. شوف اللابتوب بتاعك، ده جاب كور اي 7 وكل حاجه بس هارد عادي، تيجي تشغل ماشين تلاقيه بيموت، فلا نفعك الكور اي 7 ولا نفعك حتى رمات، فالهارد هو المشكله. فاي حاجه من الاربعه الاساسيين دول لو فيها مشكله برضه بيأثر على الداتا السيرفر. فايه الادوات المتاحه بالنسبه لي انا ممكن امونيتور بيها السيرفر؟ اول اداه تيجي في بالك تاسك مانجر، اللي انا باجي كليك يمين واعمل له تاسك مانجر. نفتح الاداه دي، اول حاجه بيجيب لك البرامج طبعا اللي شغاله، وهل البرنامج اذا كان شغال ولا نوت ريسبوندنج. وبرنامج طبعا لو نوت ريسبوندنج انت عارف هتعمل ايه، كليك يمين تعمل له ايه، اند تاسك. تمام، ده بالنسبه لي البروسيس. يقول لك استهلاكات السي بي يو، استهلاكات الميموري، ممكن ان انا ارتب الاعلى استهلاكا. طيب بيرفورمانس، بيبدا يجيب لي الثلاث حاجات اساسيه بتاعتنا، السي بي يو والميموري وكارت الشبكه. طيب لو انا فتحت بقى ريسورس مونيتور دي بيجيب لك تفاصيل التفاصيل عن الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم اهو، السي بي يو والميموري والديسك والنتورك. لو انا جيت هنا على السي بي يو، تفاصيل بقى عن كل حاجه خاصه بالبروسيسور، الميموري كل حاجه خاصه بالميموري والتقسيمات بتاعتها والفيرشوال ميموري قد ايه. تمام، الديسك عمليات الريد والرايت، لو انت لاحظت ان اليوتيلايزيشن بتاع الديسك عالي قوي انت لازم تعرف ايه اللي شغال واخد انتباه الديسك كده. النتورك عمليات السند والريسيف على النتورك، يا ترى ايه اللي مفتوح على السيستم بتاعنا دلوقتي، حاليا شغال خدمه الدي ان اس اهي. تمام، فاصبح ان دول الادوات الاساسيه بتاعتك بالنسبه للاستهلاك. تمام، كل ده موجود في الريسورس مونيتور. يوزرز بيجيب لك مين اللي داخل على السيرفر، لان ممكن يكون انا داخل دلوقتي قاعد كونسول على السيرفر وفي ناس عامله ريموت من بره، فلو في سيشن معمول لها ريموت من بره والسيشن دي متعلقه ومفتوح فيها برامج ممكن اقول له كليك يمين عليها واعمل له ديسكونكت على طول، او اعمل له ساين اوت كمان. تمام، يبقى لو في حد تاني عامل ريموت هيبقى اسم اليوزر بتاعه هنا، ممكن اقول له كليك يمين يا ديسكونكت يا اما يقول له ساين اوت. تمام، ساين اوت معناه ان انا كده هفصل كل السيشن بتاعته اللي سابها معلقه في الريموت ديسكتوب. تمام، طيب ديتيلز بيجيب لك بقى التفاصيل والبروسيس اي دي بتاعت كل ملف اكس اي، ده لو انت حاسس ان السيرفر بتاعك فيه مشكله. تمام، كل شويه مثلا بيطلع رسائل غريبه، السيرفر بيهنج، فانا راقب البروسيس دي واشوف انا كل واحدة فيهم هل انا عارف دي بتاعت ايه ولا لا. لو انا مش عارف بتاعت ايه كليك يمين، ممكن اما يقول له سيرش اونلاين لو انا شاكك فيه، او اما يقول له فايل لوكيشن، لان ممكن يكون السيرفر بتاعك مخترق وانت مش عارف. تمام، فانا لازم افتش كل شوية في البروسيس دي. تمام، وابقى انا عارف شغالة بيوزر نيم اسمه ايه. لو اشتبهت انا في اي سيرفيس غريبة مش عارف بتاعت ايه، كليك يمين عليها واما يقول له سيرش اونلاين، يبدا يسيرش عليها يقول لك السيرفيس دي بتاعت كذا. لو السيرفيس دي مجهوله اعملها اند تاسك، وساعتها لازم تعمل سكان على السيرفر بتاعك. تمام، اخر حاجه بقى السيرفيسز، الخدمات بتاعت الويندوز، ممكن اعمل له اوبن سيرفيس، ممكن بقى ان انا اشغل اي خدمه اعمل لها ستارت او اعمل لها ستوب او اعمل لها ريستارت، حسب ايه؟ حسب نوع الخدمه عندي. فيعتبر دي الاداه الاوليه في المونيتورين. طيب عندي اداه ثانيه كمان، لو فتحت قائمه ستارت كده ورحت كاتب ريلايبل، في حاجة اسمها View Reliability History. View Reliability History دي بتاعت ايه؟ قالك والله ان الأداة دي بتديني سكور على السيرفر بتاعي. طب السكور بتاعك كام من 10؟ طب السكور ده بناء على ايه؟ احنا عندنا مجموعة من المشاكل، في مشاكل خاصة بأبلكيشن، في مشاكل في الويندوز، في مشاكل ممكن للسوفت وير موجود، في ورنينج، في انفورميشن. كل ما كان السيرفر بتاعك على مدار الشغل بتاعه المنحنى بتاعه كده فوق السكور 10 فده معناه ريلايبل. كل ما يحصل بقى دروبات ومشاكل هيقعد يسجلها لك وتلاقي الايه المنحنى نازل كده والسكور قليل. فانا لازم اعرف اكتر المشاكل ايه، هل مشاكل هاردوير ولا مشاكل ويندوز ولا مشاكل ابلكيشن ولا مشاكل سيرفيس. فهو ده بيقول لك مؤشر اداء السيرفر على مدار اسبوع او اسبوعين عشان اشوف السيرفر ده ريلايبل ولا محتاج تعديل.
خد بالك، يبقى reliability history مش هيبان لك احصائيات الا مع الشغل بتاع السيرفر، ويبان بقى كل خطأ حصل يوم كذا وكان سببه ايه، هيجيبها لك هنا اكسات. تمام، يبقى ده مؤشر لاداء السيرفر بتاعك في خلال فترة معينة علشان تشوف الحكم على اداء السيرفر منه. طب دي الاداة رقم 2. الاداة رقم 3، لو فتحت قائمة ستارت administrative tools هتلاقي حاجة اسمها performance اهي، اسمها ايه، performance monitor على الموضوع عليه. الأداة دي ممتازة، ممتازة بمعنى الكلمة. ازاي؟ لو انا جيت على البرفورمانس مونيتور، البرفورمانس مونيتور دي بتصنف في الادوات بتاعه المراقبه في الويندوز عندنا اسمها ريال تايم مونيتور. ريال تايم مونيتور يعني بتاخد قراءه فعليه من نظام التشغيل، استهلاك السي بي يو دلوقتي، استهلاك الميموري دلوقتي، استهلاك النتورك وهكذا. طيب باي ديفولت هو مش ضايف لك الا كاونتر واحد بس، والكاونتر ده بيبص على اداء البروسيسور وعمال اهو يعد. ممكن انا اضيف كاونترز بقى، شايف علامه البلس دي اهي، عندي كاونترز كتير جدا جدا جدا. يعني مثلا البروسيسور لوحده في كم حاجات كتير جدا ممكن ان انا اشوفها، زي مثلا ممكن ان انا ابص على انتربت على السكند. انتربت على السكند ده معناها كم مره في الثانيه الواحده بيتم مقاطعه البروسيسور. طب هو مين اللي بيقطع البروسيسور؟ الهاردوير بتاعك. لو انت حاسس ان السيرفر بتاعك في مشكلة بس مش ظاهرة كسوفت وير، ضيف الانتربت على السكند. لو قلت الانتربت على السكند ده عالي، كده في مشكلة هاردوير، كده في مثلا كارت في مشكلة، في شباية فيها مشكلة، عمالة تبعت انتباه سي بي يو سي بي يو فموتها السيرفر. تمام، يبقى انتربت على السكند مؤشر المقاطعة ده لو زيادة قوي يبقى كده في مشكلة كهاردوير في السيرفر. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا اللي انا اجي اشوف الميموري اهو، نزل حرف الام يبقى فوق، ميموري 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 تايم اهي. ايه مثلا في الميموري؟ ممكن اقول له افيلابل ميجا بايتس، باقي الميموري قد ايه. ممكن مثلا انزل على في حاجه مثلا اسمها ايه، بيجز على السكند. تمام، في بيج فولت هقول لك دي معناها ايه، وفي بيجز على السكند اهي. طيب البيجنج هي عمليه نقل الداتا والكود غير المستخدم من الرامات على الديسك بتاعك. نظام التشغيل بتاعك ببرامجه ما يقدرش يعتمد على مصدر الرامات بس، لازم يحجز مساحه كفيرشوال ميموري على الديسك. فعلشان مصدره الرامات تفضي المساحه بتاعتها قدام اي ابلكيشن تاني، اي كود واي داتا مش مستخدم ينقله على الديسك، وده اسمه بيجنج. حلو الكلام. طيب معدل البيجنج ده لو عالي معناه ايه؟ الميموري مش قادره تستوعب البرامج فعماله تفضي على الهارد، فده معناه ايه؟ اد مور ميموري. واخد بالك؟ يبقى الكاونتر بيكون مؤشر ليك انت الاجراء بتاعك ايه بالنسبه للسيرفر، هل محتاج سي بي زياده، محتاج ميموري زياده. فلو البيج على السكند ده عالي معناه الميموري مش قادره تستوعب فعماله تفضي على الهارد، فمحتاج ان انا ازود رامات. طيب بيج فولت على السكند معناها ايه؟ عدد المرات في الثانيه الواحده اللي الابلكيشن جه اكسس الداتا بتاعته على الميموري ما لقاهاش بيجيبها من الديسك. لان دايما في معروف عندنا في الكمبيوتر كده ان الفايل سيستم بتاع الميموري اسرع بكتير جدا من الديسك، والبرامج مصممه في التعامل في المقام الاول مع الميموري مش مع الديسك. فالبرنامج المفروض يروح ياخد داتا بتاعته من الميموري، ما لقاهاش يروح يجيبها منين؟ من الديسك. ده اسمه بيج فولت. وبرده معدل البيج فولت لو الزياده معناها ايه؟ اد مور ميموري، لان الرامات مضطريه ايه؟ تفضي اللي فيها على الهارد. يبقى دول مثلا اثنين كاونتر مؤشر ان في مشكله عندك في الميموري. طب ناخد حاجه ثانيه، الديسك مثلا، اطلع كده فيزيكال ديسك. حرف البي تقيله يبقى تحت هنا. انت عندك هنا مؤشرات كتير جدا، في هنا نتورك، في فيزيكال ديسك، عايزين بس الفيزيكال ديسك كده اهو، ادي الفيزيكال ديسك. الهارد بتاعك يا ترى معمول ايه؟ ماشي. الديسك تايم، استهلاك الديسك بتاعك شكله عامل ازاي؟ ممكن تاخد معدل الترانسفير، نقل الداتا، معدل الريد، معدل الرايت، تحكم فيه على اداء الهارد بتاعك. هتقول لي طيب انا اعرف كل الكلام ده منين؟ ببساطه شديده لو دخلت على جوجل وكتبت بيرفورمانس مونيتور، تمام، هيجيب لك الصفحه بقى الهلب بتاعت التيك نت بتاعت مايكروسوفت، هتلاقي فيها جداول كتيره جدا، كل الكاونترز اللي تخطر على بالك كل واحد والمقياس بتاعه ايه. وخلي بالك ان الكاونتر ده في بعض الكاونترز كل ما يكون قيمتها عاليه كل ما يكون احسن، وفي بعض الكاونترز كل ما يكون قيمتها اقل كل ما يكون احسن. خلينا اضرب لك مثال، لو انا قلت لك معدل البيج على السكند ده
لما يكون عالي احسن ولا لما يكون اقل؟ لما يكون اقل، عشان معناه انه مش بيفاضي كتير على الديسك. في حين ان معدل نقل الداتا السند وريسيف على كارت الشبكه انا عايزه عالي، معدل الريد ورايت على الديسك انا عايزه عالي، فده معناه ايه؟ معناه ان ده كويس. تمام، يبقى معدل ترانسفير كل ما يكون عالي قوي معناه الديسك ده سريع. خلاص، يبقى كل كاونتر بيبقى له قيمه، في منها بيبقى عالي بيبقى احسن، في منها اقل بيكون احسن. تمام، فهمت؟ اي كاونتر تضيفه بقى تقوم عامل ايه؟ عينك على الافريج دي، عينك على الافريج. ولو مش عاجبك الشكل بتاع الجراف ده ممكن تقلب الشكل هنا تخليه مثلا ريبورت كده احسن بقى بالارقام، لانه هيكون جايب لك في الجدول بتاع مايكروسوفت، ممكن حتى تعمله برنت عندك وتعلم كده بالماركر على الحاجات المعينه اللي انت عايز تراقبها، وتراقب القيمه المثلى اللي عاملينها على السايت بالقيمه دي، عشان ساعتها تحكم على اداء السيرفر بتاعك. سهل الكلام؟ يبقى ده الاداه اللي اسمها ريال تايم مونيتور او البرفورمانس مونيتور. طيب انا عندي نوع تاني من المراقبه على فتره معينه من الوقت، ده اسمه لوجد مونيتورنج بقى. ممكن ان انا اعمل مونيتور للسيرفر بتاعي او اسيبه يومين ثلاثه وارجع ابص على الريبورت اداء السيرفر. يبقى ده الفرق ما بين اللوجد مونيتورنج والريال تايم مونيتور. تمام، اللوجد مونيتورنج ازاي؟ اهو ممكن ان انا اجي على السيستم مثلا، دي كلها حاجات جاهزه اهي، ده بيعمل تشخيص اعطال للاكتيف دايركتوري، ده اعطال للسيستم، ده البرفورمانس بتاع السيستم. تعال كده نجرب ده، تشخيص اعطال اكتيف دايركتوري، ده بيراقب كل حاجه بتحصل في اكتيف دايركتوري. تعال كده نعمل كليك يمين واقول له ستارت، كده بدا يسجل اهو. تعال كده نعمل اي حركه في الاكتيف دايركتوري، تعال كده نعمل او يو جديده، كليك يمين نيو او يو وسمي مثلا سيلز، وتعال نعمل كليك يمين نيو جروب ولكن مثلا سميه جي 1، ونعمل كليك يمين نيو جروب ولكن مثلا سميها جي 2. تمام، اي عمليات كتاب على الاكتيف دايركتوري. طب عايز اروح ابص الكلام ده بقى بعد يومين ثلاثه، عايز ابص ايه اللي حصل في اكتيف دايركتوري عندي عمليات الكتابه دي، ممكن ساعتها اللي انا مايل له ستوب وشايف الايقون ده فيو ليتست ريبورت. تمام، كل القدرات بتاعت الفحص اللي موجوده عندك دي، لو انت جيت في ريبورت شايف التقسيمه اللي فوق يوزر ديفايند سيستم، يوزر ديفايند سيستم، لو فتحت دي اهم ادي الثلاثه بتوع مين؟ الثلاثه دول. احنا عايزين مين بقى؟ اكتيف دايركتوري بتاريخ النهارده اهو 25/4/2021، واخد بالك؟ بيجيب لك بتاريخ النهارده. تعالى كده افتح الاكتيف دايركتوري، ها ممكن نشوف عمليات الدايركتوري سيرفيس. ها مش انت عملت ثلاث حاجات؟ عملت جروب اسمها جي 1، عملت جروب اسمها جي 2، كريت او يو سيلز، كله متسجل. يبقى انا ممكن ان انا اشغل الكلام ده وانزل مثلا رايح مشوار اجي مثلا بكره واشوف الراجل الاي تي اللي انا سايبه مكان ده عمل ايه من غير ما اساله انت عملت ايه. اهو انا شايف كل حاجه، يبقى انا عملت المونيتور وصغرته وسبته على السيستم ومشيت، لما اجي تاني يوم اشوف بقى ايه اللي اتعمل. تمام، فاصبح ان كمان اللوجد مونيتورنج ممكن هو يراقب السيرفر على فتره معينه من الوقت ويجيب لك ايه اللي حصل فيه. تمام، انا حابب انك تفتح الاداه بتاعت البرفورمانس مونيتور دي. تمام، هكتب لك تعمل فيها ايه بالظبط. تمام، ممكن نيجي من بره هنا نوت باد، هتيجي من قائمه ران تقول له ايه؟ برفمون دوت ام اس سي برفورمانس مونيتور، هتيجي على البرفورمانس مونيتور. تمام، وتقوم عامل اد للكاونتر، ممكن تختار من الميموري وتختار من مثلا الفيزيكال ديسك. تمام، عشان تشوف ازاي تضيف الكاونترز. ممكن من الميموري بقى تضيف مثلا ايه بيجز على السكند، او بيج فولت على السكند، اختار من الديسك 2 كاونتر 3 كده. تمام، طيب ممكن كمان تجيب معاهم السي بي يو لو انت حابب، ماشي، تجيب اللي هو ايه انتربت، انتربت على السكند، ده بالنسبه للبرفورمانس مونيتور. بالنسبه لي الداتا كوليكتور ست، هتفتح سيستم، ها وبعدين تفتح الاكتيف دايركتوري. تمام، وتعمل رايت كليك عليها تقوم قايلها ستارت، وبعد كده تفتح من قائمة ران دي اس اي دوت ام اس سي، ها وتكريت مثلا اي حاجة بقى، كريت مثلا او يو وجروب، وبعد
وبعد كده تروح على السيستم الاكتف دايركتوري تعمل لها ستوب وتقوم قايل له فيو ليتست ريبورت عشان يجيب لك تحت الدايركتوري سيرفيسز. هتلاقي بقى كل عمليات الرايت اللي تمت. تمام، لو انت حفظتهم خلاص، لو حابب تصورهم عشان تشتغل ماشي. اخر حاجه معانا النهارده ازاي ان انا ممكن اعمل اليرت. اليرت معناها ان انا اخلي السيرفر ممكن يعمل اجراء معين لو حصل حاجه معينه، ده معناه اليرت، تنبيه. تمام، بص معايا، ممكن اجي على اليوزر ديفاين دي كليك يمين نيو داتا كولكتور سيت. تمام، ممكن اقول له كريت من تمبلت او اقول له كريت مانيوالي، وده اللي انا عايزه. انا عايز كريت مانيوالي لان انا مش عايز اراقب الاداء ولا الكلام ده، لا انا عايز اعمل ايه، performance counter alert. performance counter alert تقوم قايل له next. هيبقى ايه performance counter؟ اقول له مثلا والله ايه رايك ان انا اراقب استهلاك السي بي يو. تمام، لو السي بي يو مثلا اللي هو البروسيسور تايم اهي، تمام، هو لو بروسيسور تايم لو زاد مثلا عن 50%، تمام، اقوم قايل له next. ماشي، ممكن اقوم قايل له سيف اند كلوز، وبعد كده هنعدل في البروبرتس بتاعته. تمام، يبقى انا المقياس بتاع اللي انا بعمل ايه، اللي انا بقيس البرفورمانس بتاع مين، بتاع السيرفر. فانا بقول لو زاد عن 50% هناخد اجراء معين. ايه هو الاجراء ده؟ باجي على الداتا كولكتور سيت بقى ده اللي هو الاليرت، كليك يمين، حتى ممكن اقول له بروبرتس، هقول له الدايركتوري بتاعنا هيرمي فيه الدايركتوري ده السكادول هيشتغل مثلا ايه، ممكن اخليه يشتغل كل يوم، ممكن يشتغل يبدا من يوم كذا. تمام، والتاسك بتاعنا ممكن يرن تاسك معين او اخليه يسجل مثلا في ايفنت فيور، خليه يسجل في ايفنت فيور. تمام، ممكن اخليه يرن تاسك معينه زي مثلا انه يشغل ابلكيشن معين، يشغل سيرفيس معينه. تمام، فانا اقول له اوكي. هنا طبعا بداله مين، هو قايل له اسلام باك سلاش ادمنستريتور ادي ده كوليكتور سيت، كليك يمين عليه بروبرتيز. تمام، يبقى هو هيراقب البروسيسور تايم وهياخد سكان، بس ممكن اقول له خد سكان كل 5 ثواني. تمام، ادي الباسورد بتاعتنا. الاليرت اكشن ممكن اقول له ايه، سجل لي في الايفنت فيور، سجل لي في الايفنت فيور. ايفنت فيور ده بنسميه مدير الاحداث عندنا. تمام، ده اللي بيلقط كل حاجه بتحصل في السيستم. تمام، فانا بقول له تاني اهو، لو البروسيسور زاد عن 50% وهتعمل سكان كل 5 ثواني، الاكشن بتاعك ممكن هو ايه، يسجل في ايفنت فيور. تمام، او ممكن هو يشغل تاسك معين زي ما انت شايف، ممكن يشغل ابلكيشن، تحط له بقى المسار بتاع الابلكيشن. فانا هقول له اوكي، وبعد كده اقوم قايل له كليك يمين هنا واقوم قايل له ستارت. تمام، يبدا الاليرت يراقب السيستم بتاعك. طيب تعالى نضغط على السيستم، نفتح كذا حاجه كده. تمام، يعني مثلا ممكن افتح سي ام دي واعمله مثلا ديفراج على السي مثلا، وافتح الدي ان اس ام جي ام تي ام اس سي، وافتح مثلا البيرف مون دوت ام اس سي، وافتح مثلا دي اس اي دوت ام اس سي. المهم ان انا عملت شغل ايه على السيرفر. طيب انا منين اروح اشوف الايفنتات دي، او هل الاليرت زاد او ما زادش؟ لو فتحت قائمه ستارت وكتبت كلمة ايفنت، لحاجة اسمها ايفنت فيور. تمام، لو انا جيت هنا على الابلكيشن اند سيرفيس لوج، وقمت جاي على مايكروسوفت ويندوز، في عندنا حاجة هنا اسمها دايجنوز، كان اسمها ايه، اسمها ايه، ايوه دايجنوز بي ال اي. تمام، اللي هو البرفورمانس لوج. فانا اقول افتح الاوبريشنال. تمام، بص كده، اول ايفنت ده قالك ان البروسيسور تايم ده وصل ل 74، ده فوق مين، ال 50% اللي انا عملته.
خدت بالك؟ فهو كده سجل كل حاجة بتحصل هنا في البرفورمانس اهو، شايف؟ ده حتى وصل، شايف اوقات وصل 98%. تمام؟ يبقى الاليرت ده مفيد جدا جدا، ان انا ممكن اسيبه على السيرفر ودايما اول باول يسجل في الايفنت لوج عشان اعرف امتى السي بي يو بتاعي زاد، الكاونتر بتاعه زاد. سالي الكلام؟ ده كده كان ما يتعلق بمراقبة الاداء بالنسبة للسيرفر بتاعه.